فلوج جديد. We had everything. Then one day you just got up and left. اليوم الفلوج غير شغل حماسي ناري ناري ناري. معزومين على عرس بمدينة تانية اسمها فلورانوبوليس. اوكي بعيد عننا ساعتين. معزومين على كتب كتاب لشخص فلسطيني، رح نروح نتعرف عليه ونحضر كتب كتابه. اول مره بحضر كتب كتاب لحدا فلسطيني، ثانيا فرحانين رح نلتقى بحدا عربي بالبرازيل، ثالثا بدنا نزور مدينه جديده. رح اصور لكم الطريق، المدينه، كتب الكتاب، ورح هيك يكون في فعاليات نار 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 نار. مشان هيك لا نزلوا لتحت، حطوا لايك وشير وسبسكرايب، وخلينا نشوف اليوم شلون رح يكون. رح نبقى هنيك يومين، فرح تكونوا معنا بهاليومين ورح أصور لكم كل شيء. رح نكون لابسين ومحضرين حالنا، فهذا أنا عملت هذا الميك اب للعرس، ما بعرف إذا حبيتوه. شعري عملته هيك بسيط، رح نلبس لبس بسيط لأني نحن يعني نعد منا قريبين من العرسان، يعني نحن ضيوف، فلبسنا عادي يعني طبيعي. رح نروح لبسين على الطريق ساعتين، إن شاء الله ما يخرب الوضع. رح أحاول يعني أحافظ على كل شيء. الفلوكات اللي عم ينزلوا هن مو بس إنكم أنتوا تتعرفوا على شغلات جديدة وبلاد جديدة وتشوفوا البرازيل، هي كمان ذكرى لإلنا بس هيك. فخلينا نشوف اليوم نروح ايش راح يصير. يلا. اخذت بيجامه لجاد، بيجامه لجوليا، قلت لهم اثنين مايو، كولونات، كليات، هذا بدل الطلعه اللي اخذت لها بدل ثاني هو بلوزه وبنطلون، هذا بدها تلبسه فستان احسن الاحتياط لاني الطقس متقلب، اثنين بلوزات صيفي. قلت لها لجوليا لعبه هيك صغيره، ولجاد كمان سيارتين، هدول بفتحها هيك بتصير مثل الهوت ويل ما بعرف شو. هاي الشنطه، يعني هيد باند لجوليا، هيد باند لجاد، اكسسوارز لجوليا، اكسسوري لجاد. حطيت هيك علبه صغيره فيها ربطات وحبسات وهيك شيء ومشط. طلع هدول الحبسات. انا قررت البس هذا الطقم قميص وتحته بنطلون من تحت هيك شوي عريض لونه على موف. هي هذا القميص الزهري وبنطلون جينز، بلوزه سكري لونها. اخذت بيجامه وحده، اخذت شنتايتي، اخذت شنتايت السكين كير، اخذت شنتايت الميك اب، وبدي اخذ هذا البرفيوم. وهيك ضبطت اغراض الاولاد، حطيت لهم اياهم شنت كل واحد بشنتايته، شنتايت المدرسه. لا تقولوا لي ليش ما بعرف. فهون حطيت لهم اغراضهم، هون حطيت لبس كل واحد لبسه بشنتايته. حاليا استقريت على هذا الحلق وطوق لولو، ولا احط هيك لولو بس. وهيك لبست، حطيت هيك هاي الميك اب تبعي على الشمس. لحظه بسيط يعني، بس لسه في حمره وشعري ما استقريت ايش راح اعمل فيه، يمين يسار. طريق طويل، بدنا ننزل ناكل نشرب قهوه وناكل. No.
جينا لهون ناكل شيء ونشرب قهوه وبعدين نطلع نكمل الطريق لان تعبنا شوي. المكان فعلا حلو. هدول تعرفنا عليهم من ايطاليا فما شاء الله يعني شقد في لغه مشتركه عم بقلكم. المهم فهذا المكان في اوبن بوفيه. بدنا نختار شغلات بسيطه، مو غدا رح نختار شغلات بسيطه. هي الاكل بتاخذوا بالصحن وبعدين بيوزنوا لكم صحنكم وبيحطوا لكم اياها على الكارت هاد وانتم طالعين بيعملوا سكان وبتدفعوا. ايش بدك تاكل انت؟ هاي اسمها باو دو كيجو، يعني شيء خبز الجبن. رح اخذ تنتين. واتر ميلون. بريغادا. تجوا لهون تعطوها هيك تحطوا لكم الوزن وبتحطوا على الكرت. اخذت هيك لالي. عندهم شغلات انتيك شوفوا. What? Look! Pirate Island! Pirate Island! Mom, there is really time! Neymar has an apartment he had before. Car, this is a magic car. We can make it like a submarine and go underwater. هاي طيارة كانت تشتغل بعدين وقفت وعملوها مطعم. بتروحوا بتاكلوا الوجبة تبعتكم جوات الطيارة كمطعم. وقفنا هون شوي ناخذ قهوة ونستريح وراح نكمل الطريق. بس اتوقع صار بالليل، اتوقع ما بقينا لا رح نلحق كتب كتاب ولا شيء. نروح على خير نبارك ونمشي هيك اتوقع. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, aquele que disse em seu livro sagrado e dos sinais de Allah é ter criado, feito homem e mulher para conviver em harmonia e casamento com amor e respeito. Alhamdulillah. Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: ó Muhammad, enviamos antes de ti profetas. E Mabruk. Barakallah. وتعشينا وأكلنا حلويات ولسه لحد الآن أنا حبيت ولا
تعبنا كتير طبعا. أنا شرحت قدرتي من شي ساعة، الرقص، الحفلة، الناس، العرب اللي هون، اشتقت لهاي الأجواء اللي أنا محرومة منها من زمان. فقدرت اللي صورت، قدرت أصور اللي بقدر عليه، أكثر من هيك تليفوني انفجر. فكان يوم حلو، وألف مبروك للعروس والعريس. كنتوا مثل الأمير والأميرة، الله يسعدكم يا رب. بس هيك، يا ما بعرف إذا بوصل لكم اليوم الثاني فيه ولا لا، يمكن لا، خلينا نقول رح أعمله على الاثنين، اليوم وبكرة، يوم في فيديو العرس وبكرة رح أكمل لكم الفيديو الثاني. Quase para.